موجز تربوية، أهلا بكم. أكد وزير التربية الدكتور دارم طبع أن الوزارة تشجع المعلمين والمدرسين على استخدام طرائق تعلم تفاعلية ممتعة ومحببة لدى المتعلم. جاء ذلك خلال لقائه معلمة الصف الرابع الأساسي بمدرسة الخنساء في طرطوس عبير مبارك اختصاص معلم الصف، حيث قدمت المعلمة مبارك عرضا حول مبادرتها في تحويل قصائد الصف الرابع الأساسي للفصل الأول إلى عروض بالصوت والصورة من إلقائها، وعربت عن رغبتها في متابعة مبادرتها لتنهي قصائد الفصل الثاني للصف الرابع الأساسي وقصائد الصف الخامس الأساسي. بدوره وزير التربية أشاد بمبادرة المعلمة وشجعها على متابعتها لتحقيق ما ترنو إليه من تعميم الفائدة والمتعة للأبناء التلاميذ، والتي تمكنهم من امتلاك الطلاقة اللغوية ونشرها عبر المجموعات التربوية ودراسة آثارها وإمكانية تحقيقها الهدف المنشود. تفقد معاون وزير التربية الدكتور عبد الحميد الحماد واقع العملية التربوية والتعليمية في الريف المحرر لمحافظة إدلب، وخلال جولته التقى الدكتور الحماد الأطر الإدارية والتدريسية واستمع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، وعرب عن شكره لجهودهم المتميزة التي ساهمت في انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي، ونقل إليهم تمنيات وزير التربية بالنجاح والتوفيق، داعيا إلى أهمية تشجيع المبادرات والاهتمام بها وتوجيهها، فضلا عن الاستماع إلى مشكلات التلاميذ ومعالجتها بالطرائق التربوية وتفعيل مجالس الأولياء. ختام الموجز، إلى اللقاء.